ترنديول، هذه كل الأشياء اللي موجودة عندهم. طبعا إذا بتجهزون حق رمضان من ناحية المواعين أو حتى الديكورات، كل شيء موجود. غير كذي راح تشوفون الأشياء الأعلى مبيعا والأشياء اللي نزلوا سعرها. في طبعا أقسام وايد مثل الأكسسوريز، الشوز، الجناط، حتى في حق ملابس حلوة حق البيت. وهم طبعا عندهم براندات حصرية بس تحصلونها عندهم. طبعا من هني راح تسوون سيرش على أي شيء تبونه، عندهم كل الأقسام، النسائي، الرجالي، قسم الإلكترونيات، الهوم، سوبر ماركت، بيوتي، كل شيء. حبيت وايد 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 حبيت هذه الأقسام، توني أشوفها الصراحة. خلنا نشوف قسم النسائي الحين، خلنا نشوف الأشياء اللي تعتبر بيسك، سواء القطع اللي تلبسونها كتوبات. طبعا بالنسبة لي أموت على قطع الأطفال. طبعا عندهم أشياء حلوة حق الأطفال حق كل الأعمار، وضروري تستخدمون كود الخصم مالي علشان يعطيكم خصم إضافي. وايد راح تحبون القطع هني. طبعا قسم النيوبورن وايد عندهم أشياء كيوت ينونون. والله خذيت أشياء قبل فترة حق آدم، وايد حبيتهم، حبيت الكواليتي، وحبيت إن الكل يقدر يستفيد من الخصومات اللي صايرة. شوفوا الأسعار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.